ومعايا الدكتور محمود العلالي القيادي بحزب المصريين الأحرار من أمام الكاتدرائية. أهلا بيك يا دكتور محمود. أهلا وسهلا يا أستاذ الأيام. أهلا بحضرتك. هل الاشتباكات ما زالت مستمرة يا دكتور محمود؟ لا، هو الاشتباكات دلوقتي أهدى كتير، متقطعة بشكل يعني الفرق بين كل ضربة أصبح يعني المسافة أوسع شوية. ولكن للأسف يعني اللي حصل النهاردة لم نكن نتصور إن هو ممكن يحدث في الكاتدرائية اللي بتمثل مصر كلها، بتمثل مسيحي الشرق الأوسط كلهم، بنتكلم على أكبر بيت بيمثل المسيحيين الأرثوذكس في العالم. هل حضرتك كنت موجود منذ بداية الأحداث يا دكتور محمود ولا رحت بعد؟ من بداية الجنازة فن. من بداية الجنازة بدأت إزاي؟ مين بدأت إزاي؟ مين اللي ضرب؟ بصي حضرتك، بعيدا عن مين اللي ضرب وإيه اللي حصل، وطبعا يعني هي في النهاية احنا بنتكلم على المقر الباباوي في مصر بيتضرب بالغاز من طبعاً البوليس المصري، غير مقبول على الإطلاق. ولكن الحقيقة مش هستغرب أصلا اللي هيحصل من الشرطة المصرية هذه الأيام، يعني لانه من ايام قليله هذه الشرطه اللي سمحت لبعض الناس ان يدنسوا مشايخ الازهر، فاذا كانوا بيسمحوا لبعض الناس ان هم يدنسوا مشايخ الازهر فمن ليس من الاقل ان هم يضربوا المقر البواوي بالغاز، يعني مساله غير مقبوله على الاطلاق يعني. والحاجه الثانيه الحقيقه يعني بنشكر الرئيس ومساعي الرئيس الحميده في احداث كل هذا الانقسام في الشعب المصري، الرجل الحقيقه ينجح بامتياز في كل مسائل الانقسام يعني. تمام، انا بشكرك جدا دكتور محمود العلايلي القيادي بحزب المصري الاحرار من امام الكاتدرائيه.